سلام الله عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان. رمضان كريم، دوام الصحة والعافية والمغفرة إن شاء الله. صحافة السبت 11 من شهر جوان تحدثت بالدرجة الأولى عن شهادة السانكيام أو التعليم الابتدائي بعد صدور النتائج أمس. نسبة النجاح وصلت إلى 79.99%، حيث سجلت النتائج تراجعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، قالت الصحافة، حيث قدرت نسبة النجاح في دورة 2016 ب 79.99%، فيما قدرت في السنة الماضية أي دورة 2015 ب 81.57، أي تراجع 1.58%. وتهانينا لكل الناجحين. صفحات الفيسبوك التي نشرت مواضيع البكالوريا المسربة تتوعد مرة أخرى بنشر المواضيع خلال فترة الامتحانات الجزئية، كما استدلوا على هذا بنشر وثيقة داخلية على صفحة باك 2016 التي وزعتها وزارة التربية على مديرياتها الخمسين، والتي تنص أنه لن يكون هناك أي تغيير في مراكز الامتحانات، بحيث أن نفس المؤطرين والحراس تم استدعائهم للدورة الاستثنائية. هذا الخبر نشرته صحيفة باك 2016، هي الصفحة على الفيسبوك التي كانت من بين الصفحات التي نشرت المواضيع المسربة. الصحافة الوطنية تحدثت أيضا عن تحرك نقابات الوظيفة العمومي من أجل الإطاحة بقرارات الثلاثية، حيث كتبت الصحافة أن مصادر نقابية كشفت أن الاتصالات بين نقابات الفاعلة في قطاعات الوظيفة العمومي تكثفت خلال اليومين الأخيرين وبلغت ذروتها، وتتجه أغلب قيادات هذه التنظيمات متحمسة لفكرة تشكيل جبهة وطنية لإسقاط قرار الثلاثية التي وصفت النقابات قراراتها بالأحادية، القرار المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن عبر احتجاجات مكثفة، قالت الصحافة، من شأنها إجهاض الدخول المدرسي والاجتماعي المقبل. خبر آخر نقلته الصحافة اليوم يوم السبت، الجزائر تسلم فرنسا عينات من جماجم رهبان تبحرين. هذا الخبر تنقلته صحافة السبت نقلا عن صحف فرنسية مثل لبوان ولوفيغارو. وذكرت صحيفة لبوان الفرنسية الجمعة أن قاضية التحقيق الفرنسية ناتالي بو تمكنت لدى زيارتها إلى الجزائر الأسبوع الماضي من جلب عينات من جماجم رهبان تبحرين، واعتبرتها عناصر ستساعد على التقدم في التحقيق حول تاريخ وكيفية مقتل الرهبان الفرنسيين. الصحافة الفرنسية قالت كان القاضي تريفيديك المكلف بالتحقيق في مقتل رهبان تبحرين مارك تريفيديك مصحوبا بمساعدته ناتالي بو انتقل إلى الجزائر في أكتوبر 2014 وحضر عملية نبش وفحص جماجم الرهبان السبعة الذين قتلوا في سنة 1996 بمرتفعات المدية تحت إشراف قاضي جزائري، مثل ما نقلت هذه الصحيفة الفرنسية. تقريبا هذه أهم العناوين التي كانت موجودة في الصحف. ننتقل بكم إلى التفاصيل، والبداية بجريدة النهار. النهار اليوم في صفحاتها الأولى هذا هو عنوانها الرئيسي اليوم، مقتل 3 أشخاص بسبب موجة حر. قالت النهار لقي 3 أشخاص خلال اليومين الماضيين مصرعهم بسبب موجة الحر التي شهدتها العديد من الولايات الوطنية، والتي تجاوزت 41 درجة مئوية، فيما تعرض قرابة 70 شخص إلى ضربات شمس من جراء الحر. واستقبلت مصلحة الاستعجالات، قالت النهار، لمستشفى تلمسان الجامعي على مدار اليومين الماضيين نحو 50 شخص تعرضوا لاختناقات وإغماءات بسبب موجة الحر التي تزامنت مع الصيف. خبر يتعلق بالإعادة الجزئية لامتحانات البكالوريا. النهار قالت الاحتفاظ بنفس مراكز إجراء البكالوريا في الدورة الاستثنائية. قالت النهار قررت وزارة التربية الوطنية الإبقاء على نفس الترتيبات التي طبقت خلال دورة مايو 2016 والخاصة بامتحان شهادة البكالوريا، وهذا خلال البكالوريا الاستثنائية التي ستجرى من 19 من الشهر الجاري، حيث سيتمكن المترشحون من اجتياز الامتحانات على مستوى نفس المركز. في امتحانات السكيام 79.99% هي نسبة النجاح في شهادة التعليم الابتدائي. النهار قالت قدرت نسبة نجاح تلاميذ في شهادة الابتدائية السانكيام
ب 79.99% بحسب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هناك. وأظهرت النتائج التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية عن تراجع في نسبة الناجحين مقارنة بالعام الماضي، حيث قدرت نتائج السنة الماضية 2015 ب 81.57، وبحسب الإحصاءات التي قدمها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بلغ عدد التلاميذ الذكور الناجحين في الامتحانات 75.47%، أما الإناث فكانت نسبة نجاحهم هي 84.86%. تمديد دخول المغتربين ببطاقة التعريف إلى غاية 31 من شهر أكتوبر. النهار قالت سيتمكن المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج والذين لم يستخرجوا جوازات سفرهم البيومترية من استعمال بطاقات تعريفهم أو جوازات سفرهم الأجنبية لدخول التراب الوطني إلى غاية 31 أكتوبر المقبل من أجل تسهيل تنقل المغتربين الجزائريين ودخولهم الجزائر، خاصة وأنه يتزامن مع شهر رمضان الكريم وفصل الصيف وفترة الأعياد، حيث أكدت وزارة الداخلية أن الشروع جاري في تسليم بطاقة التعريف البيومترية خلال الأيام المقبلة. البلاد قالت نقابات الوظيفة العمومي تتوحد لإسقاط قرارات الثلاثية. قالت جريدة البلاد كشفت مصادر نقابية أن الاتصالات بين نقابات الفاعلة في قطاعات الوظيفة العمومي تكثفت خلال اليومين الأخيرين وبلغت ذروتها، وتتجه أغلب قيادات هذه التنظيمات متحمسة لفكرة تشكيل جبهة وطنية لإسقاط قرار الثلاثية الأحادية المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن، عبر احتجاجات مكثفة من شأنها إجهاض الدخول المدرسي والاجتماعي المقبل، قالت صحيفة البلاد. جريدة المحور قالت وزيرة التربية نورية بن غبريت تسلم الرئاسة تقريرا عن فضيحة تسريب مواضيع البكالوريا. المحور قالت كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بتعجيل في كشف خيوط المؤامرة التي استهدفت امتحان البكالوريا عن طريق تسريب مواضيع العديد من الامتحانات قبل اجتيازها في سابق هي الأولى من نوعها بهذا الكم. وأفادت نفس المصادر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخطر عبد الملك سلال بضرورة دعم بن غبريت في مساعيها الرامية إلى مواصلة مشروع الإصلاحات التربوية الذي باشرته منذ قرابة السنة. مليار و200 مليون سنتيم للمترشح للرئاسة و150 مليون للتشريعيات. قالت المحور ضمن مشروع القانون العضوي المعدل للقانون الانتخابات للمترشحين في الانتخابات الاطلاع على القوائم الانتخابية، كما تم رفع القيمة المالية التي تمنحها الدولة للمترشحين لتنشيط حملاتهم الانتخابية. كما أجبر القانون المترشح لرئاسة الجمهورية على إرفاق ملف ترشحه بتصريح شرفي يؤكد فيه إسلامه، كما ألزم نص الدستور أن يكون المترشح للرئاسة مقيما بالجزائر لمدة 10 سنوات سبقت تقدمه للترشح. ورفع أيضا قانون المالية التي تمنحها الدولة للمترشحين في التشريعيات من 1,000,000 دينار أي 100 مليون إلى 1,500,000 دينار ومليار و200 مليون سنتيم للمترشح للرئاسة. جريدة الصوت الآخر تحدثت عن حركة النهضة وقالت تتفكك في صمت، وقالت أن أبرز قادتها قدموا استقالاتها حركة النهضة الجزائرية. قالت الصوت الآخر تؤشر كل المعطيات المتوفرة أن حركة النهضة في الجزائر تعيش هذه الأيام غليانا داخليا يرفض أصحابه أن يخرج بخاره إلى العالم، حيث عمدوا إلى تغطية ذلك الغليان بإحكام من باب أن للحركة شؤون داخلية ولا يجب نشر الغسيل أمام الملأ. وتحفظت قيادات من داخل الحركة، قالت الصحيفة، تحفظت على الإدلاء بأي تصريح في الوقت الراهن تاركة الإجابة عن وجود تململ داخل الحركة إلى انعقاد مجلس الشورى الوطني الذي سيتم فيه الفاصل في القضايا العالقة وطرح الأسباب الحقيقية وراء تمرد بعض القادة. جريدة الموعد اليومي تحدثت عن الجيش الوطني الشعبي وقالت الجيش يقضي على 4 إرهابيين برواكش بولاية المدية.
الموعد اليومي قالت قضت عناصر الجيش الوطني الشعبي على 4 إرهابيين وألقت القبض على 5 بمنطقة الواكش بولاية مدية في إطار حربها المتواصلة على الإرهاب. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار محاربة الإرهاب قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 8 جوان 2016 على الساعة 10 ليلا على 4 إرهابيين إثر كمين بمنطقة الواكش قرب بلدية بعطة ولاية مدية، واسترجعت 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، فيما تم تدمير مخبأ وقنبلة تقليدية الصنع. رفع الغرامات المالية إلى 7000 دينار، هذا الخبر نشرته العديد من الصحافة، وقالت أنه جاء على خلفية حوادث الكثيرة للمرور، ووصفته بعض الصحف بأنه يعني قرار استعجالي عوض إجراءات أخرى مهمة للحد من حوادث المرور. قالت الموعد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن مشروع تعديل قانون المرور الذي تم اعتماده مؤخرا في مجلس الحكومة مكن من رفع قيمة الغرامات بالنسبة للمخالفات المتسببة في وقوع الحوادث، خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة، حيث حدد مبلغ الغرامة ما بين 5000 و7000 دينار. وأوضح بدوي أن معدل ضحايا حوادث المرور لا يقل عن 4000 قتيل سنويا، بينما قاربت الآثار المالية التي تتحملها الدولة 100 مليار دينار جزائري، وهو ما استوجب إدراج أحكام جديدة على هذا القانون. هذا تصريح وزير الداخلية. الجزائر الجديدة قالت قاضي فرنسي ينقل عينات من جماجم رهبان تبحيرين نحو باريس. قالت الجزائر الجديدة سمحت الجزائر للمحققين الفرنسيين بأخذ عينات من جماجم الرهبان الذين قتلوا في دير تبحيرين بولاية مدية سنة 1996. وذكرت صحيفة لفيغارو الفرنسية الجمعة أن قاضية التحقيق الفرنسية ناتالي بو تمكنت لدى زيارتها للجزائر الأسبوع الماضي من جلب عينات من جماجم رهبان تبحيرين، واعتبرتها عناصر ستساعد على التقدم في التحقيق حول مقتل الرهبان الفرنسي. ولايات جديدة في الهضاب العليا قبل نهاية السنة. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أنه لا نية لدى الحكومة للعدول عن استكمال مشروع التقسيم الإداري الجديد، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية منه والتي تشمل ولايات الهضاب العليا سيتم تجسيدها خلال السنة الجارية، وأكد أن الأعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة من ولايات الهضاب العليا تعرف تقدما ملحوظا، حيث ستعرض النتائج على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت الملائم، مضيفا أنه تم تكليف المصالح المختصة بتقديم اقتراحات حول الموضوع. إلى جريدة المحرر التي قالت سياسة التقشف تعصف بمشاريع السدود. المحرر اليومي قالت أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أنه تم تجميد وبشكل مؤقت العديد من مشاريع القطاع التي لم تنطلق بعد الأشغال بها بسبب تقلص المداخيل الناتجة عن تراجع أسعار النفط. وأوضح الوزير أنه بالنظر إلى مقتضيات الميزانية المترتبة عن تقلص المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض أسعار النفط، فإنه تم التجميد المؤقت للعديد من المشاريع التي لم تنطلق الأشغال فيها، أغلبها هي مشاريع سدود. صحيفة الإكسبريسيون في صفحتها الأولى قالت لفيستا ديز إسلاميست وليمة الإسلاميين. تحدثت الإكسبريسيون في صفحتها الأولى عن شهر رمضان والنشاط السياسي في هذا الشهر، وقالت الإكسبريسيون أن نشاط الأحزاب الديمقراطية واللائكية كما وصفتها تراجع بشكل رهيب في هذا الشهر بالمقارنة أو على حساب كما قالت الأحزاب الإسلامية التي كثفت من نشاطها في هذا الشهر. وقالت الإكسبريسيون أن الأحزاب الإسلامية دائما ما تغتنم فرصة شهر رمضان المعروف بنشاطاتها الروحانية والدينية لبعث نشاطاتها السياسية في هذا الشهر على حساب الأحزاب والتوجهات الأخرى. دجوغ دالجيري قالت توقيف 4 أشخاص مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا. دجوغ دالجيري في الصحافة الناطقة بالفرنسية قالت كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة خالد الباي عن توقيف 4 أشخاص من مركز الطابع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا.
لسنة 2016 وتهم إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين. وأكد أن التحقيق القضائي سيتوصل للكشف عن كل ملابسات القضية، وأوضح أن التحقيق القضائي سيتوصل للكشف عن كل الملابسات. بالصحافة الناطقة بالفرنسية نختم معرض الصحافة. إلى فقرتنا قضينا عليكم، ضيف العدد أو الروبورتاج هو الإمام والخبير الاقتصادي الدكتور فارس مزدور. أمل عباس وعبد الرحاب انتقلوا إلى فارس مزدور ونتابع هذا الروبورتاج.